ملاطفة قد يحتاجها وحيد القرن هذا، فمنذ بداية السنة نفق 14 منها في حديقة كييف للحيوانات إلى جانب موت فيل وثلاث فقمات. هذا الموقع الإلكتروني يتابع الحيوانات النافقة، ومؤسسه العامل السابق في حديقة الحيوان يشير بإصبع الاتهام إلى إهمال الإدارة. بعض الحيوانات التي ماتت كانت ما تزال في عمر صغير، وإذا مات الزيبرا فلأن لا أحد يهتم به. هناك نقص في الاحتراف، كيف بإمكانهم إنكار هذه المأساة؟ موت الحيوانات جعل عددها في حديقة أوكرانيا الوحيدة في تناقص مستمر، بحيث لم يبقى منها سوى 2000 حيوان. إحدى المنظمات تقول إن هذا جزء من خطة لإغلاق حديقة حيوانات كييف. قبل بضع سنوات أراد رئيس البلدية نقل الحديقة لاستعادة الأرض واستخدامها للبناء، ثم نجحنا في الدفاع عن الحديقة، والآن يحاولون مجدداً. إنه ادعاء ينفيه رئيس البلدية، حتى أنه دعا المشككين إلى الحديقة ليروا بأنفسهم كيف يتم الاعتناء بالحيوانات. وأكثر من ذلك، إن لجنة قضائية لم تجد في الأمر أي مخالفة، وتقول الحديقة إن عدد الحيوانات النافقة فيها ليس أكبر من تلك في الحدائق الأوروبية. منذ 50 سنة كان لدينا 3 أنواع مختلفة تعيش في هذا القفص. اليوم على حدائق الحيوانات أن تكون أقرب إلى الطبيعة قدر الإمكان، وأن يكون هناك حواجز أقل بين الحيوانات والجمهور. إدارة حديقة كييف تقول إنها ضحية حملة افتراء من موظف سابق، لكن الشيء الأكيد أن الحديقة فعلا قديمة وتحتاج إلى تجديد من أجل ما تبقى من الحيوانات.